بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا أبناء الطلاب لتكملة مسيرة إجابة 100 فقرة من كتاب الامتحان. وصلنا بحمد الله إلى الفقرة 64. الفقرة 64 انتبهوا بقى لأن فيها يعني شوية كده حاجات مهمة هتستفيدوا منها وحاجات جديدة. زي مثلا جملة الحال وإيه الرابط فيها، زي إعراب كلمة ركعتين. فانتبهوا معايا لأن في كلام كده وفي ملاحظات مهمة، وأرجو الاستعداد لتدوين الملاحظات بإذن الله. حبيب ابن عدي أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبض عليه زعماء قريش، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. مين اللي قبض عليه زعماء؟ يبقى زعماء فاعل، إنما قريش دي تبقى مضاف إليه. وساقوه لينتقموا من محمد صلى الله عليه وسلم في شخصه، وليثأروا لقتلاهم في بدر قبل أن يقتل. طلب أن يصلي ركعتين قبل أن يقتل، يعني حبيب قبل أن يقتل طلب من هؤلاء الكفار أن يتركوه زمنا قصيرا ليصلي ركعتين. إعراب كلمة ركعتين بقى مهم إن احنا نطلع منه بمعلومة جديدة. في ناس كتيرة بتعربها مفعول به، وده مش صح. ليه يا أستاذ مش صح؟ عشان المفعول به معروف إنه شيء وقع عليه الفعل. يعني لما أقول ضربت محمدا، الضرب وقع على محمد. لكن لما أقول صليت ركعتين، كلمة ركعتين مش جاية علشان تبين اللي وقع عليه الفعل، ده جاية تبين نوع الفعل ده أو عدده. يعني كلمة ركعتين هنا زي ما أقول بالظبط حاربنا حربين، حاربنا حربين. حربين دي لما بنيجي نعربها بنعربها مفعول مطلق منصوب بالفتحة، لأن جت الكلمة لبيان نوع أو بيان عدد أو تأكيد فعل، ما هي دي اسمها أنواع المفعول المطلق. فكلمة ركعتين لم يقع عليها الصلاة، ركعتين ما وقعش عليها الصلاة، ده ركعتين بتبين عدد هذه الصلاة، وبالتالي نقول عليه مفعول، ومفروض نقول عليه مفعول مطلق منصوب بالياء. لكن ما لقناهوش من نفس جنس حروف الفعل. احنا عارفين ان المفعول المطلق لابد ان يصاغ من نفس حروف الفعل، يعني مثل تمثيلا، انتج انتاجا، استغفر استغفارا. لكن هنا هي قامت بوظيفة المفعول المطلق انها بتبين عدد الفعل او عدد حدوث مرات الفعل، لكنها مش من نفس حروفه، فبنقول في الوقت ده نائب عن المفعول المطلق. طبعا ياخد حكمه انه منصوب، نائب عن المفعول المطلق منصوب وعلامة نصبه الياء لانه مثنى. وده اعراب جدير بانك انت تتوقف عنده، وجدير بانك عنده، وجدير كمان انك انت تخلي بالك مش اي حاجة كده مفعول به، لا نفهم، لان الاعراب فرع عن المعنى. يا جماعة الاعراب مبني على المعنى مش مبني على شكليات. فوافقوا، فبعد ان صلى قال: والله لولا ان تظنوا، طبعا دي سهلة، تظن فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، تظن من الأفعال الخمسة لأنه يجوز تصرف هذا الفعل مع أحد الضمائر الخمسة، أنت أنتما أنتم هما هم. فاكر لما قلناها كتير الحتة دي الأفعال الخمسة، ها بأنت أنتما أنتم هما هم تعرفوا كل مضارع مع إحداها يتصرفوا. طب تظن ديت ينفع أقول أنتم تظنون، يعني ينفع يعني أقول أنتم تظنون. إذا تظن فعل مضارع منصوب علامة نصبه حذف النون، والواو في تظن في محل رفع فاعل. أستاذ مش ظن دي بتنصب مفعولين؟ بس مش وقتها، يعني ملهاش علاقة بالإعراب دلوقتي، الواو هي الفاعل، ما وقعش عليها أي فعل، ده الواو دي ضمير رفع. أستاذ طب مش المصدر المؤول هنا نعربه؟ لا، هو ما طلبش منك إعراب المصدر المؤول، هو طلب منك إعراب كلمة تظنوا بس، ولو سمحتوا ما حدش يعمل حاجة مش مطلوبة. طيب لولا أن تظن أن أني أطلت الصلاة خوفا من الموت لاستكثرت من الصلاة. موقف عجيب قوي. فبدأوا يقطعون من جسده، بدأوا يقطعوا من جسمه بالسكاكين، ويقولون له: أتحب أن يكون محمدا، أتحب أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم مكانك وأنت ناج. هنا بقى أنت ديت ضمير منفصل،
وغالب الضمائر المنفصلة، بقول غالب في مرحلتنا الدراسية في الثانوية العامة، غالب الضمائر المنفصلة بنسبة 99% بتعرف في محل رفع مبتدأ، يعني أنت، هو، هي، هم، هن، لما بلاقيها غالبا تعرف مبتدأ. أما ليه يا أستاذ قصدك بقى بحكاية 1% اللي فاضل ده؟ الضمير المنفصل أحيانا يعرف يا شباب توكيد لفظي أحيانا كده، ما أقول لكنك أنت الذي ستقوم بهذه المهمة. كلمة أنت هنا جاءت لتوكيد الكاف في لكنك، يعني لكنك أنت، تلاحظ الكاف اسم لكن في محل نصب اسم لكن، وأنت توكيد لفظي لمين؟ للكاف. طب لما أقول إيه؟ إنا نحن نقوم بهذا العمل، نحن توكيد للضمير المتصل في إنا، أصل إنا ديت إننا، إننا نحن نقوم بالعمل. فتلاحظ أن الضمير هنا اتأكد بتكراره، يعني لما أقول إنا نحن، إنك أنت، برضو بص كده قول معايا بقى، إنه هو، أيوة كده، إنه هو، يبقى هو دي توكيد لفظي، إنها هي التي فعلت كذا، يبقى هي دي توكيد لفظي. عشان كده قلت لك أن الضمير المنفصل غالبا يعرب مبتدأ لكنه أحيانا يعرب توكيد لفظي، وله أعاريب أخرى، هناك ما يعرب ضمير الشأن، وهناك أحيانا يعرب الضمير في محل رفع نائب فاعل، زي ما أقول مثلا ما كوفئ، ما كوفئ إلا أنت، ما كوفئ إلا أنت، واضح طبعا ده أسلوب قصر، كوفئ ده فعل مبني للمجهول، أنت دي هتتعرب هنا نائب إيه يا شباب؟ نائب فاعل. فانتبهوا، لكن الغالب هو أن يعرب في محل رفع مبتدأ، وفعلا هنا متكون مبتدأ، وحتى بالدليل ما أن الخبر بعديه هو اللي هو كلمة إيه يا شباب؟ كلمة ناجي. أستاذ طب ليه ما عربناهاش معطوف؟ برضو دي نقطة برضو ننبه ليها الأذهان، أن بعد الواو جملة تم عطف جملة على جملة مش كلمة على كلمة، أو ممكن تكون الواو حال، وهي فعلا الواو هنا حال، يعني هنا الواو للحال وليس للعطف، بيان الهيئة. يعني لما أقول جاء محمد وهو رافع الرأس، جاء محمد وهو رافع الرأس، هنا طبعا مش عطف، ده هنا بيان حال محمد عندما جاء، فالواو هنا ليست للواو والواو العطف، وإنما هي واو لبيان الحال، واو الحال اسمها. لذلك قلنا شباب أنت هتعرف إيه؟ ضمير مبني في محل رفع يا شباب مبتدأ. صليتوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. تعالوا نكمل قصة حبيب بن عدي بقى، ونشوف الرجل ده عمل إيه. لما بيقولوا له تحب إنك أنت تبقى ناجي من التقطيع بالسكاكين ومحمد هو اللي مكانك، فيقول والدماء تنزف منه، هي الواو دي واو حال برضه، يعني يقول وحال الدماء تنزف منه، فالدماء هنا والدماء هنا مبتدأ. والله ما أحب أن أكون آمنا وادعا في أهلي وولدي وأن محمدا صلى الله عليه وسلم يوخز بشوكة. شوف الحب قد ايه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كلام مش محتاج تعليق يعني، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ورضي الله عن حبيب بن عدي وجمعنا معه في الجنة ان شاء الله رب العالمين. بلي مصدر مؤول وبين موقع العرب، تعالوا بقى نستخرج من الفقرة مصدر مؤول وبين موقع العرب. طبعا مصدر مؤول اذكرك هو بيجي في ثلاث صور، ان والفعل المضارع، ان ومعموليها، يعني ايه معموليها؟ يعني المبتدا والخبر، يعني يجوز ان والمبتدا والخبر بتاعها، أو ما والفعل الماضي. يبقى المصدر المؤول لثلاث أشكال، أن والفعل المضارع، أن والمبتدأ والخبر بتوعها، وأن وما والفعل الإيه؟ والفعل الماضي. طب تعالى ندور على السهل أهو، نيجي نوت أن يقتل أهو، قبل أن يقتل، أيوة ده مصدر مؤول في محل الجر مضاف إليه. عرفت منين يا أستاذ أن أنا حولت الكلمة واحدة؟ قبل القتل، ما هو قبل دي ظرف والقتل هنا مضاف إليه، يبقى أقول أن يقتل، أعرب إعراب تفصيلي عادي الأول، أن حرف ناصب، يقتل فعل مضارع منصب بالفتحة، مش مشكلة أنه مبني المجهول، لأن المبني المجهول عادي بيتأثر بالعوامل ويعرب حسب موقعه في الجملة. أقول له والمصدر المؤول أن يقتل في محل جر مضاف إليه. في تاني يا أستاذ؟ آه، ما ينفعش بعد أن صلى بقى، بلاش أن صلى، لأن احنا قلنا أن والفعل المضارع أو أن ومعموليها، مش أن والفعل الماضي. النحاة نص على هذه الصور فقط. والله لولا أن تظن، صح كده، أن تظن هنا فعلا ده مصدر مؤول، لأن أن والفعل المضارع، لولا ظنكم، يبقى ظن هنا تتعرب مبتدأ،
يبقى عربها برضو أن حرف ناصب، وتظن فعل مضارع منصوب بحذف النون، والواو في محل رفع فاعل، والمصدر المؤول أن تظن في محل رفع مبتدأ. لأن في معلومة أظن أن الناس كتير عارفها، أن الاسم الواقع بعد لولا يعرب، يا شباب يعرب مبتدأ. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. هل في مصادر مؤولة تانية؟ أني أطلت، صح، أن دي أن ومبتدأ والخبر، يعني لولا أن تظن إطالتي، فهنا صح تنفع، هنا برضو مصدر مؤول. كمان لما قال هنا أتحب أن يكون، أيوة صح، أتحب كون محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فإذا الشباب خلي بالكم المصادر المؤولة جاءت كثيرة في هذه الفقرة، طلعنا غالبها. بقول لي بقى جملة وقعت حالا وبين فيها الرابط، جملة وقعت حالا وبين فيها الرابط. أرجو لو سمحتوا الانتباه، لأن الموضوع ده موضوع امتحانات، فخلي بالكم. تعالوا نعرف يعني إيه جملة الحال. شايف قدامك كده جملة الحال، جملة يجوز حذفها بعد معرفة، جملة يجوز حذفها بعد معرفة، وبها رابط يربطها بصاحب الحال، وبها رابط يربطها بصاحب الحال. قرأت الكتاب أفكاره شيقة، لاحظ معايا، أنا عندي كلمة الكتاب وجاي بعدي جملة أفكاره شيقة، أيوة دي جملة مبتدأ وخبر اهي، أفكاره شيقة، يبقى عندي معرفة وعندي جملة بعدها اللي هي أفكاره شيقة، يجوز حذفها، وفي ضمير في كلمة أفكاره يعود على الكتاب، يعني في ضمير ربطها. يبقى يا جماعة قول معايا كده، جملة يجوز حذفها لازم بعد معرفة. يعني بص أنا مش بدأت لك بالمعرفة، أنا بدأت لك الأول بأنها جملة يجوز حذفها بعد معرفة. تدور على المعرفة الأول، الجمل بعد المعارف أحوال، آه بس مش في كل حالة. يا جماعة لما أقول الله خلقنا، ما هي خلقنا دي جملة جت بعد الله، والله لفظ الجلالة معرفة. لو أنا اكتفيت بأن الجمل بعد المعارف أحوال، ممكن الطالب يغلط ويدور على أي معرفة ويجيب بعدها جملة ويقول لك دي جملة حال. لا، احنا اشترطنا شرط مهم جدا وضابط مهم، أن يجوز حذفها، عشان كده أنا قدمتها هو جملة يجوز حذفها بعد معرفة، ولازم مش أي كده برضو، مش أي حاجة برضو، وبها رابط يربطها بصاحب الحال. أهو شايف الهاء في أفكاره تعود على كتاب. عارف لو قلت قرأت القصة هقول أفكارها شيقة، فشفت ان الهاء بتتغير حسب صاحب الحال ازاي، يبقى فعلا الهاء دي بتتابعه. او جاء الرجل يسعى، تعالوا نشوف الشروط، الرجل معرفة، يسعى جملة يجوز الاستغناء عنها، لان ممكن اقول جاء الرجل واسكت، زي كنت ممكن فوق اقول قرأت الكتاب واسكت، يبقى فعلا انا عندي جملة اهي، جملة يسعى جاية بعد معرفة ويجوز حذفها. استاذ فين الرابط؟ الرابط هنا مستتر، تقديره هو، يعني يجوز أن يكون الرابط ظاهر زي الهاء في أفكاره، ويجوز أن يكون الرابط في جملة الحال مستتر زي جاء الرجل يسعى. تعالوا نشوف كده الرابط اهو، تعالوا نتكلم عن الرابط شوية أكتر. الهاء في تحمله تعود على الرجل، بص كده، جاء الرجل تحمله الإسعاف، يا ساتر يا رب، ها يبقى الهاء على الرجل، يبقى ده الرابط، هو ده الضمير اهو، وجاي في صورة ضمير ظاهر. طب بص كده، رأيت الطفل يبكي، الطفل معرفة، بعدي جملة يبكي يجوز حذفها، لأن ممكن أقول رأيت الطفل واسكت، يبقى كده جملة يبكي حال. طب فين الرابط؟ ضمير مستتر. أهو شفت الرابط، ممكن يجي ضمير ظاهر ضمير مستتر. تعال نشوف آخر رابط بقى، الواو اللي هي واو الحال اللي أنا كنت أشرت إليها أثناء الكلام. بص كده، جاء أخي وهو راكب سيارته، أهو بص كده، وهو راكب. الواو دي يا جماعة مش واو عطف، الواو دي واو حال، يبقى هنا على اساس ما في ضمير كمان اهو، صح صح، يعني هنا الرابط مزدوج، الرابط هنا حاجتين، واو الحال والضمير. يبقى لما اجي اقول لك الرابط طلع لي واو الحال او طلع لي الضمير، والافضل انك تقول لي واو الحال والضمير، بدليل لو قلت جاءت اختي هقول وهي راكبه سيارتها، صح. اذا يا شباب الرابط خلاصته اما ضمير ظاهر أو ضمير مستتر أو واو الحال، ويأتي بعدها يا شباب ضمير. ده بالنسبة لإطلالة سريعة على جملة الحال علشان ما نغلطش فيها. تعال نطبق الكلام ده بقى على القطعة. أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض عليه زعماء قريش وسقوا لينتقموا من محمد صلى الله عليه وسلم في شخصه، وليثأروا لقتلهم في بدر، قبل أن يقتل طلب أن يصلي ركعتين فوافقوا، فبعد أن صلى قال والله لولا أن تظن أني أطلت الصلاة خوفا من الموت لاستكثرت من الصلاة
فبدأوا يقطعون من جسده ويقولوا له أهي جاية بقى، أتحب أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم مكانك وأنت ناجٍ؟ أهي شفت بقى هنا جملة الحال وأنت ناجٍ كلها على بعضها، يعني أنت مبتدأ ناجٍ خبر، وجملة أنت ناجٍ في محل نصب حال. طب إيه الرابط؟ الواو والضمير، هنا الواو الحال والضمير. فيقول والدماء تنزف منه، اهو بص هنا الدماء هنا مبتدأ وتنزف خبر جملة فعلية للدماء، وجملة الدماء كلها على بعضها ها في محل نصب حال لمين؟ لحال لحبيب بن عدي. فإذا والدماء تنزف هنا الواو والحال وليست واو العطف، لأنه لا يوجد أي عطف هنا. طب أستاذ تنفع والله ما أحب؟ لا 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 طبعا، لا طبعا، دي يوم القسم دي ملهاش أي علاقة باللي أنا بقوله. إذا ممكن تطلع جملة وأنت ناجن تقول على جملة اسمية في محل نصب حال والرابط الواو والضمير، أو تطلع الدماء تنزف وتقول لي دي جملة حال والرابط هنا واو الإيه شباب؟ واو الحال. صليتوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا محمد. بيقول لي أسلوب شرط وحدد أجزاءه، عايز أسلوب شرط ويحدد أجزاءه. طبعا عندي اسلوب الشرط هنا اللي بيبقى بيجي ان ومن وما ومهما واين الى اخره، تعالوا ندور عليه. ها وساقوه قبل ان يقتل فبعد ان صلى، لولا ان تظنوا اني اطلت الصلاه خوفا من الموت لاستكثرت. على فكره لولا من ادوات الشرط، ما هو في ادوات شرط يا شباب جازمه وادوات شرط غير جازمه، يعني اذا ولو وكلما اذا، لو سمحتوا اللي مش عارف المعلومه يدونها، لان العلم تدوين وتكرار. بقول ان ادوات الشرط، في ادوات شرط جازمه ان ومن وما ومهما واين ومتى وان وايانا وحيثما واي، دي ادوات شرط جازمه، اشهر ادوات الشرط الجازمه. وفي ادوات شرط غير جازمه، الثلاثه المشهورين اللي انا بقولهم دلوقتي اللي هو مين؟ اذا تذاكر تنجح، لو او لولا، على فكره لو ولولا الاثنين واحد خلاص، وكلما. فهنا جت عندي كلمه لولا، وفعل الشرط عندي أن تظنوا، وجواب الشرط عندي اللي هو لاستكثرت. تمام. خبر لحرف ناسخ وبين نوعه، تذكروا شباب حرف ناسخ غير فعل ناسخ. الحروف الناسخة اللي هي إن وأخواتها، طب تنفع أن يقتل؟ اوعى اوعى، ده هو جايبها عشان تغلط كده. لا، طلبة كتير جدا للأسف بيجيبوا أي أن وخلاص. يا شباب أن عشان تبقى مش أن، أن وإن علشان يبقوا اللي هم إن وأخواتها لازم يتصل بهم ضمير أو يجي وراهم اسم مباشرة ويدل على التوكيد، يعني إنك ناجح، إن محمدا أتى، إن عليا، إنه، إنها. لكن لما لقي أن يقتل ديت، دي اسمها أن الناصبة وليس الناسخة. يعني إيه الناصبة وليس الناسخة؟ يعني تكتفي بنصب الفعل المضارع وليس لها اسم وليس لها خبر. وقلت الكلام ده وأشرت إليه قبل كده في القطع في الفقرات السابقة، لكني أؤكد وأعيد، لابد إن احنا نطلع حرف ناسخ صحيح. يعني لا تنفع أن صلى، ولا تنفع أن يقتل هو، ولا تنفع أن تظنه، ما ينفعش خالص. دول التلاتة دول ما ينفعوش. أني أطلت صح. طب مش معنى يا أستاذ؟ لأن فيها ضمير اهي، أني أطلت، يبقى هي دي إن وأخواتها، وعشان كده هو سائل فيها، لأن في أن كتير في القطعة ولا واحدة تمشي إلا كلمة أني أطلت. الياء ضمير مبني في محل نصب اسم أن، والجملة الفعلية أطلت في محل رفع خبر أن، يبقى هو ده الخبر اللي ناسخ بقى. ونوعه هنا جملة يا شباب، ونوعه جملة يا شباب فعلية. طيب اللي بعدها، طب تنفع أن أكون آمنا يا أستاذ؟ يعني تنفع آمنا؟ لا طبعا ما تنفعش آمنا، لأن آمنا خبر أكون، وأكون هنا فعل ناسخ وليس حرف ناسخ. طب تنفع يا استاذ ان محمدا صلى الله عليه وسلم يؤخذ بشوكه؟ تنفع طبعا، لان ان حرف ناصب ووراها اسم اهي. تاني يا شباب اللي ما خدش باله وانا بتكلم من شويه ياخد باله دلوقتي، بقول لك عشان ان تبقى من ان واخواتها لازم يجي فيها ضمير انك، انه، او وراها اسم ان محمدا، وهكذا يتصل بها ضمير او يجي وراها يا شباب اسم تؤكد. عرفنا الخبر. خبر لمبتدأ وبين نوعه. يعني ايه خبر لمبتدأ؟ يعني مش خبر لناسخ، يعني جملة خالية من النواسخ زي الدماء تنزف منه صح. هنا الدماء مبتدأ وجملة تنزف في محل رفع يا شباب، في محل رفع خبر. طب ينفع يا أستاذ أقول أحد الصحابة؟
لأن العنوان لو مشيناه مع الكلام حبيب بن عدي أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى أحد هنا تبقى خبر مرفوع وعلامة رفعه يا شباب الضمة لحبيب، ونوعه طبعا مفرد، لكن نوع تنزف هيبقى خبر يا شباب خبر جملة فعلية. الصحابي الذي يدافع عن دينه ورسوله موجود في الجنة بالجنة، والإجعل المبتدأ في الجملة السابقة للمثنى والجمع. أرجو الانتباه لمثل هذه التدريبات لأنها كثيرة جدا في كتاب المدرسة. كتاب المدرسة المقرر أشار إلى أن التثنية والجمع ديت، وإن شاء الله بإذن الله هبقى أجيب لكم كده حاجة اسمها مختارات مهمة للغاية من كتاب المدرسة بإذن الله، هعرض على صفحة الفيسبوك أو على القناة اليوتيوب أو أي يعني أو على موقع بنذاكر طبعا، وإن شاء الرحمن الرحيم أناقش أهم المختارات من كتاب المدرسة. واللي عايز يعرف إمتى بتنزل أو إزاي بتنزل يتابع الصفحة على الفيسبوك طبعا، وهتظهر قدامكم دلوقتي عنوان الصفحة. الصحابي الذي يدافع عن دينه ورسوله موجود بالجنة. أنا عايز بقى المثنى، هي الفكرة كلها يا شباب إن إحنا لازم نراعي أوي 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 علامات الإعراب. الصحابيان، ما أقولش الصحابيين، اللذان، ونحط اتنين لام لأن اللذان واللذين باتنين لام. الصحابيان اللذان يدافعان عن دينهما ورسولهما موجودان، لأنها خبر، خبر مبتدأ، موجودان خبر مرفوع بالضمة بالجنة. طب عايز الجمع بقى، الصحابة أو الأصحاب الذين، عادي هتبقى بلام واحدة، يدافعون أنه مرفوع عادي، ما أقولش يدافعوا أقول يدافعون لأنه مرفوع بثبوت النون، عن دينهم ورسولهم موجودون، لأنها تبقى خبر مرفوع بالواو عادي، موجودون بالجنة. أحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الحب. احنا اتفقنا شباب في رقم دال ديت، لما كل أو بعض أو أشد تضاف للمفعول المطلق تعرب نائب عن المفعول المطلق. لو جبت كده من الأول أصلا أحببت رسول الله حبا صلى الله عليه وسلم، جبت كل في النص أحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الحب، يبقى هنا تبقى المفعول المطلق تحول ومضاف إليه، كلمة توسطت بين الفعل وبين مصدره، وهنا كل تعرب نائب عن المفعول المطلق منصوب علامة نصبه الفتحة. وتمنيت أن أعيش عيشة المسلمين، برضو مفعول مطلق مش نائب بقى المرة دي، مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتحة، وده بيبين نوع الفعل. يعني اللي فوق ده كان بيبين عدده لو تفتكروا، اللي ركعتين ده كان بيبين عدده، لكن هنا أعيش، كيف أعيش عيشة المسلمين، يبقى المفعول المطلق إما يبين العدد وإما يبين النوع. وإذا أتى لمجرد الذكر فقط، زي ما أقول مثلا أحبك حبا وسكت، أو انتشر التدخين انتشارا وسكت، ما جبتش مضاف إليه ولا نعت ولا عدد ولا أي حاجة خالص، يبقى ده مؤكد للفعل، يبقى عيشة دي المفعول المطلق منصوب علامة نصبه الفتحة. أخيرا يا شباب، اكشف في المعجم عن كلمة أطلت، أقول أطلت، أطال أصلها طال، يبقى المضارع يطول، يبقى نبحث عنها في طوالا، باب الطاء فصل الواو ثم اللام. الحمد لله رب العالمين، ربنا من علينا وأتمينا إجابة القطعة 64. إن شاء الرحمن الرحيم نكمل في المرات القادمة باقي 100 فقرة. ربنا إن شاء الله يا شباب ينفعكم بما تعلمتم، وإن شاء الرحمن الرحيم يخلص نوايانا ابتغاء وجهه الكريم، وإلى اللقاء.